لم نكن لنصبح ما نحن عليه الآن لولا هؤلاء المرشدين الذين كانوا بمثابة الأخوة والأصدقاء ودفعة الأمل لكل خطوة نخطوها. لم يتركوا لنا مجالا للتردد، أزهرونا وأنبتوا شجرا يرنو لكل بعيد كأنه قريب. كنا بهم قوة وأملا وإيمانا، أصبحنا آخرين وللأفضل بالتأكيد. رسمنا معا بدايات جديدة ورحلات حروف لطالما أوهمنا بأنها بعيدة، فلكم كل الفضل في جعلنا ما نريد اليوم. هذا هو حال مراكز شبابنا قطعا، ومركز تخنين لم يدع مجالا للتقصير أبدا. ومجتمعنا بحاجة لقاضي شباب أمثالكم، وشبابنا أثبتوا رغم شح الميزانيات، رغم الظلم، ولكن لما انعطت لهم الفرصة كانوا قياديين على مختلف المستويات. إذا بدنا نأخذ على المستوى الأكاديمي، الحمد لله عندنا المهندسين، عندنا الدكاترة، وعندنا المربيين والمربيات. وإذا بدنا نأخذ على المستوى الرياضي، الحمد لله كل إنسان انعطى له الفرصة أثبت نفسه. نعطيه المنصة لحرية التعبير، نعطيه المنصة لتجسيد هذه الإبداعات على أرض الواقع، لا للكبت وإنما للانطلاق. وأنا كمدير إدارة الشباب والمجتمع، كمسؤول عن التعليم والتربية اللامنهجية في الوسط العربي في إسرائيل، هذه هي رؤيتي، هذه هي الأيديولوجية التي أؤمن فيها، وهي إعطاء المنصة للقادة الشباب لتجسيد مواهبهم، لتجسيد آرائهم، ولتجسيد كل ما يريدون تحقيقه. فأنتم المستقبل، وأنا أنظر لمستقبل جديد بلون آخر، بشكل آخر، وصوت آخر. أي في الفنان أنه الكائن الأسمى في عطائه، سخائه وإبداعه، لأن الفنان الذي ألقى أحاسيسه يشق ألق الحياة، فيكون عطاء الفني للبهجة حينا وللرشوة حينا والسعادة القائمة بين الضلع والضلع أحيانا. فالفن خلق كي يعاش ولا كي يخاف. وصف توفيق الحكيم الفن كالمطية الحية والقوية التي تحمل الأداب خلال المكان والزمان. والأدب بغير فن رسول بغير جواب في رحلة الخلود، والفن بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولا هدف. I'm not afraid.
I'm in the light.